تواجد اليوم بجامعة أغبلة بإقليم بني ملال وتحديدا بدوار المسيد. هذا الدوار الذي يعاني الويلات خصوصا في فترة الثلوج. في هذا الروبورتاج حلت كاميرا أنفاس بريس لترصد لكم بالصوت والصورة معاناة هذه الساكنة، فلنتابع. لا الصراحة ما مرتاحينش في هذا الوضع. هذا الوضع هذا كيخلي أي واحد اللي جاي من هنا شي واحد غريب يبقى يشوف واحد الحالة اللي هي تاع علاقة بني الحكومة والناس اللي مسؤولين. كنتمناو الصراحة الله يجيو. ما مرتاحينش حيت كاينة الطرقان، كاينة بزاف د الحالات. يعني واخا أبسط حاجة عيد الطريق، كنتمناو عيد الطريق بعدا تقاد. أما على حسب الحوايج أخرين، كاينين بزاف د الحوايج. كاينين الناس المدارس كيعانيو تاني، كيعانيو بزاف. واحد التلميذ مثلا صغير عنده واحد 14 سنة كيقرا في السبعة، كيمشي لغبالة خصو يبقى تما نهار كامل، يعني من 8 الصباح. والولد هو مشى بحالو، يعني حتى الستة د العشية عاد ممكن يرجع. باش غنعرف أنا هاد الولد هذا بني راه باقي مزيان، باقي والدراري باقي صغارين. يعني كاينين المعاناة بزاف، وغير هادي غير أبسط حاجة كنطلبو حتى عيد الطريق. ولكن كاينين بزاف د الأمور اللي هي معقدة، بحال هاد الدراري الصغارين كيبقاو فينا بزاف، كتشوفهم في الساعة ديال التلج كيمشيو يشدو الطريق. يلا بارك الله فيكم. واش سبق لكم وجدتوا شي شكاية؟ وجو كاينين الناس وجو بزاف الشكايات، ولكن ما كيكونش شي رد زعما اللي هو يعني تشوف بني راه تبدلات شي حاجة ولا تزاد شي حاجة. شايف ساغو بري بزاف، يا حفران بغيت نسرح بغيت الحديدات والو ما يتسرح لي دوارة. دوارة يخسر بزاف يبي. يعني واش نتوما مرتاحين في هذا الوضع؟ دوار واش مرتاحين؟ يعني ترتاح مكني ومريد؟ مرتاح يدور، ولا انا بريدي خساغ بزاف. انا غير خصني خساغ بريد بزاف مويا ما ديزر. واش فايت وجهتوا شكايه للسلطات؟ هضرنا الشكايه درنا والو ما يدي. درنا الرئيس لا الجماعه لا والو، والو ما يدي. درنا غرغ لا الجماعه لا والو، والو ما يدي. درنا وفي النظافة علاش ما تفاعلوش مع الطلب ديالكم؟ والله مش نسير المهم ونظري والو، ارجنتيني ما والو. ولا خفت الدون تقرب جي انتخاب، اي دا خفت الدون غردي بس اما دا تقرب جي انتخاب دا خفت طول نغلي بردان. باش تيما ما كاين والو، الطرقان دابا ما كاينينش، والدراري المعلمين ما كاينينش، ما كان اللي يقرر لهم الدراري هنايا. ما كان تنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالتنا، شوف تنديروا الخدمه ديال الدوله والمواطن والمسؤولين. احنا كنخدموا هنايا وقت الشتاء والثلج، راه ما كاين المعلمين ما كاين والو، ما كان اللي يجي يخدم يشوف من حالتنا. انتم كتشوفوا واش سبق لكم وجدتوا شكايات للمسؤولين؟ نعم وجدتوا شي شكايات للمسؤولين؟ درناها وعاود درناها والو. علاش ما تفاعلوش معكم؟ علاش ما استجبوش المطالب ديالكم؟ ما عرفناش، تنقولوا لهم راه الطرقان، شوف الطريق محفر، شوفوا الطريق محفره، شوفوا، ولكن ما تشوفوا من حالتنا. والجماعه حتى هي ما كتشوف من حالتنا. كنطلبوا من المسؤولين والله يسهل سيدنا. في نظركم شكون المسؤول على هذا الوضع؟ فهاد المشاكل اللي عندكم انا شكون المسؤول عليها؟ الرئيس ديال الجماعه ما كيشوف من حالتنا، كيجي تيقول لك ديروا علينا سميتو ديروا علينا الانتخابات، غادي نديروا لكم غادي نديروا، ولكن والو. وكنطلبوا من المسؤولين. السلام عليكم. والرساله ديالكم للمسؤولين السلطات الحكوميه ورئيس الجامعه شنو تتوجهوا كرساله؟ كنطلبوا لهم رساله يشوفوا من حالتنا باش يصوبوا لنا الطريق. الناس كيمشوا كيرحلوا هنايا، ما كاين اللي يشوف لنا، كيقولوا لك صافي غادي نمشيو بحالنا من المسيد، ما كاين اللي يشوفنا، غادي نمشيو لمدينه اخرى نستقروا فيها.